حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحافة، أهلا بكم. البداية من العرب اللندنية التي عنونت: من الصخرات إلى القاهرة، سجال البحث عن مخرج للأزمة الليبية متواصل. تقول الصحيفة: أحيا الليبيون الجمعة 17 من فبراير الذكرى السادسة لانطلاق ثورتهم عام 2011 في مناخ من عدم اليقين بسبب أزمة سياسية عميقة. تتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في البيضاء والمنبثقة عن مجلس نواب طبرق. هذا الانقسام يمتد إلى الخارج، حيث يتبع كل طرف جهة مختلفة عن الأخرى ضمن مجموعة من اللاعبين الإقليميين والدوليين المتداخلين في الشأن الليبي، كل وفق مصالحه. وكلما لاحت بوادر انفراج في الأفق، عادت العوائق السياسية لتقف في طريق المصالحة وإنقاذ البلاد من الانهيار. فرغم مرور نحو عام على توقيع اتفاق الصخرات الذي كانت مهمته توحيد ليبيا تحت سلطة حكومة وفاق وطني، إلا أن الأوضاع لم تتحسن. وقال متابعون للشأن الليبي إنه لا يمكن لأحد أن يحسم مسألة فشل الجهود المصرية في الملف الليبي من عدمه، لأنه ليس حكرا على السلطات المصرية، فالقاهرة مجرد لاعب ضمن فريق متعدد الأجندات والأهداف داخل الأراضي الليبية. التايمز البريطانية وفي تقرير لها كشفت تباعد وجهات النظر بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن ليبيا، في حين تقاربت وجهات النظر الأمريكية مع الروسية. التقرير تطرق إلى تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بشأن إعادة الولايات المتحدة تقييم دورها من ملف الأمن في أوروبا، حيث تدخل مسألة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا والأزمة السياسية في البلاد في صميم هذا الأمن. وأكد التقرير أن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولنبريغ أن الحلف على وشك أن يقدم الدعم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطلب رسمي من رئيسه فائز السراج كأحد أفضل الوسائل لمحاربة الإرهاب وبناء الاستقرار في ليبيا. واختتم التقرير بالإشارة إلى مدى التقارب بين رؤى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن اعتبار ليبيا الأساس الذي سيبني عليه الرئيسان النظام العالمي الجديد. ونطالع في A2 Arabic تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: الإسلام ليس مصدرا للإرهاب، وحكومتنا ستفعل كل ما بوسعها للوفاء بهدف حلف شمال الأطلسي في إنفاق 2% من الناتج الاقتصادي على الدفاع بحلول عام 2024. حيث قالت ميركل في مؤتمر ميونخ للأمن: نحن ملتزمون بهذا الهدف فيما تتعرض ألمانيا لضغط متزايد من قبل قادة أمريكيين لزيادة إنفاقها الدفاعي. وتابعت: هذا يعني مواصلة الاهتمام بحلف شمال الأطلسي وروسيا، وألا نشعر باليأس حين نواجه أوقاتا صعبة، وأشكر أمين عام الحلف لمواصلته الاجتماعات مع روسيا والبحث عن أرضية مشتركة لمكافحة الإرهاب. أعتقد أن مصالحنا واحدة ويمكن أن نعمل سويا. وشددت ميركل التي انتقدت حضر سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة على أن الإسلام نفسه ليس مصدر للإرهاب، وأنه من المهم جدا إشراك الدول الإسلامية في الحرب ضد المتشددين. نعرج بكم على ليبيا المستقبل، حيث نقرأ: صحفيون ليبيون يحتجون على طردهم من هيئة دعم وتشجيع الصحافة. فمنذ مطلع العام المنصرم بلغ عدد المفصولين تعسفا من هذه المؤسسة الإعلامية نحو 500 صحفي، ومرد ذلك حسب الصحيفة التجاذبات السياسية الحاصلة في البلاد، الأمر الذي ترتب عليه تركهم دون معيل. وناشد الصحفيون في بيان جميع الجهات المسؤولة كالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التدخل إزاء ما أقدمت عليه هيئة دعم وتشجيع الصحافة. العاملون أوضحوا أن الهيئة أوقفت رواتب المتعاونين معها منذ شهر مايو من العام المنصرم، وهؤلاء يشكلون أكثر من 85% من الكادر الوظيفي،
فضلا عن منحها رواتب بدون رصيد في حسابها المصرفي. دعين مكتب النائب العام للتحقيق في سرقة قوت الصحفيين، زد على ذلك مطالبة مسؤولي الهيئة بعض الصحفيين بضرورة انتقالهم قسرا إلى جهات أخرى لأسباب غير معروفة حتى الآن، حسب البيان الموقع من قبل 15 صحفيا، والذي جاء فيه أن ما أقدمت عليه الهيئة يكشف حجم المؤامرة التي تستهدفهم باعتبارهم حملا زائدا وليس عنصرا جوهريا في التغيير المنشود وأداة الرقابة التي تصوب المسيرة وتشير إلى مواطن الخلل وتستنهض الهمم للإصلاح. نبقى في ليبيا المستقبل لنطالع ليبيا بين الجزائر ومصر، درس الواقع والتاريخ. مقال للكاتب عبد الرزاق العرادي يقول فيه: ميزة التاريخ الأساسية أنه ديوان العبر، وما يعطيه هذه القيمة أنه دليل يحتوي على مختلف أنواع السلوك البشري وما يترتب على كل نوع من النتائج، حتى صارت الصفة التي يحفظها كل الناس عن التاريخ أنه يعيد نفسه. الجزائر ومصر أكثر من جارتين لليبيا، فهما امتدادات عميقة ووشائج مشارقية أو مغاربية لقسم من الليبيين في الجهتين، وقد مر البلدان بتجارب كثيرة عبر تاريخهما. مرت ليبيا بظروف مشابهة لها، لم تخرج الجزائر من دوامة العنف إلا عندما تم إرساء سياسة الرحمة عام 1995، ثم سياسة الوئام المدني، وبعد سنة تلتها سلسلة من القوانين الهيكلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية. في الجارة الشرقية مصر شهدت الديمقراطية ازدهارا بعد ثورة 25 من يناير، وكان الإسلاميون جزءا من المشهد، ثم حدث انفصام بين المؤسسة العسكرية والإسلاميين، وتبنت مؤسسات الدولة منهجا إقصائيا اجتثاثيا عاد الآلاف إلى السجون، وعاد الشرخ الاجتماعي أقوى مما كان قبل الثورة، وتتالت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، كما وجدت تيارات العنف ضالتها. التجربة الجزائرية نجحت في إقناع تونس بجدوى ما توصلت إليه الجزائر، وباعتقادي يقول الكاتب هي الأصلح لمحاولة الاحتذاء في ليبيا، وذلك بنبذ تيار العنف والقبول بكل من يريد الاحتكام إلى منطق الدولة، فالدول لا تبنى من وحي تجارب الاستبداد الفاشلة المشبعة بالإقصاء والتهميش والمغالبة. يقول الكاتب يزور الساسة الذين يتصدرون المشهد الليبي الجارتين الجزائر ومصر ويستمعون إلى قادتهما ونصائحهما. أخبرني نائب لرئيس المجلس الرئاسي استقال لاحقاً، وأتحفظ على ذكر اسمه، أن نصيحة إقصائية لإبعاد طرف من العملية السياسية قدمت له من إحدى الجارتين، فرد بالقول هم شركاء في الوطن، ورفض بكل أدب التدخل في الشأن الداخلي الليبي، بينما سارع بالاستجابة لنصائح الإقصاء آخرون، كان من بينهم للأسف وفد المجلس الأعلى للدولة ورئيسه. أما الآن مشاهدين نتابع رسوم الكاريكاتير. ختام حلقة اليوم من بانوراما الصحافة، موعدنا يتجدد بكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.